بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة ما بقي من أحكام الرهن في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، من كتاب الغاية والتقريب، متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع بشرح ابن قاسم الغزي بحاشية الشيخ إبراهيم البيجوري رحمهم الله تعالى. وقفنا على قوله والرهن وضعه على الأمانة. يبقى الرهن في ضمان ولا أمانة؟ يعني يد المرتهن على الرهن يد أمانة ولا يد ضمان؟ الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان أن يد الضمان يضمن القيمة أو المثل إذا تلف في يده، سواء بتعدي أو بغير تعدي، يبقى ده اسمه ضامن. يعني أخذ الشيء فتلف في يده وهو محافظ عليه، مش مقصر، بس تلف قدره كده، يضمن برضه. تمام. طب تلف في يدي وهو متعدي، يعني لم يحفظه الحفظ الكافي، يضمن برضه. يبقى يضمن بالتعدي او عدمه، ده يد الضمان. طب يد الامانه لا يضمن فيها الا لو تعدى بالتعدي، يعني لم يحافظ عليه. لكن انا حافظت على الاموال مثلا، ووضعتها في الدولاب واغلقت بالمفتاح وعملت الاحتياطات بتاعتي، شبت حريقه في المنزل بدون قصد فحرقت كل حاجه بما فيها الدولاب والفلوس اللي فيه، يبقى انا كده مش متعدي لان انا حطيته. يبقى في الحاله دي لو كانت يدي يد امانه يبقى انا مش مسؤول عن المبلغ ده، خلاص قدره كده، كان هيضيع برضه من صاحبي. لكن انا اداني الفلوس حطيتها على الايه، في على اوضه الصف، في اوضه السفره، والعيال راح جايه بتاكل وتشرب وتلعب وقاعدين طول النهار يلعبوا والفلوس محطوطه قدامه، وبعدين بعد كده الباب مفتوح واحد دخل خدها ومشي، يبقى انا متعدي، انا ما حافظتش عليه، يبقى هنا اضمن بالرغم ان اليد دي امانه لاني ما حافظتش عليه. فهمت؟ يبقى اليد الامانه يضمن بالتعدي ولا يضمن بغير تعدي، انما يد الضمان يضمن في التعدي وعدمه. يبقى الرهن يده يد امانه لا يضمن الا بالتعدي، واضح؟ يد المرتهن على الرهن يد امانه وليست يد ضمان، بخلاف طبعا الاجاره وخلاف الاعاره دي يد ضمان. بيقول لك والرهن وضعه على الأمانة وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. شفت بقى معنى الأمانة، يد الأمانة إنه لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي فيه، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه. يعني افرض إنه تلف في إيده، تلف في يده وهو غير مقصر، فلما تلف في ايده هل اخصم قيمة التلف ده من الدين؟ قال لك لا، لان هو ايده يد امانة، يبقى ملوش ذنب، ياخد فلوسه هي هي، واضح؟ لان يده يد امانة. طب افرض انه هو ادعى التلف ولم يذكر سببا لتلفه، قال ان تلف في يده، طب ايه السبب؟ ما قالش سبب، قال وتلف وخلاص. طب فين الرهن؟ قال خلاص، خلص، تلف، اتحرق، ضاع، مش موجود اي حاجة. صدق بيمينه، صدق بيمينه، يبقى يحلف قدام القاضي، لو حلف نصدقه، واضح؟ فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة. فإن ذكر تلف بسبب ظاهر، قال لك اصل ايه، المية طفحت في الشارع كله وانا ساكن في دون ارضي، وبعدين الحاجة غرقت فباظ،
يبقى ده سبب ظاهر، كل الناس ده بيقولك في الشارع كله، يبقى يجيب بقى شهود، يجيب شهود بقى طالما قال سبب ظاهر. فهمتني ازاي؟ فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة، البينة اللي هي الشهود يعني. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن، لو ادعى المرتهن اللي هو في ايده الراهن قال ده انا رديت المرهون للراهن وحصل نزاع، فجاء الراهن قال لا ما ادانيش حاجه، الثاني قال لا ده انا اديتهولك، وراحوا للقاضي. كويس؟ لم يقبل الا ببينه، لم يقبل الا ببينه، لازم يجيب شهود ان هو فعلا سلم له الراهن. واضح؟ لان الاصل ان المرهون في يد المرتهن، الاصل كده. فلما خلاف الاصل يقوم القاضي يقول له هات لي بينه بقى، لان الاصل يده عليه. فجاء بيقول لا ده انا سلمته له، وانا والراهن والراهن قال لا ده انا ما استلمتش منه حاجه. نرجع للاصل، الاصل اليد على ايه؟ يد المرتهن، على لان ما فيش خلاف في استلامه المرتهن الرهن، ده الخلاف في رجوع الرهن. وعلى شكل يقول لك اليقين لا يزول بالشك. فنرجع لليقين، فاليقين عندنا ان هو في ايد المرتهن، بس المرتهن بيدعي ان هو سلمه للراهن، والراهن بينكر، يقوم يعمل ايه القاضي؟ القاضي يقول له احلف بقى. واخد بالك؟ لم يقبل الا ببينه، مش يقول له احلف، لا يقول له هات لي بينه شهود، هات لي بينه شهود. طب ما جابش شهود يبقى يصدق الراهن. واضح؟ واذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج، لم ينفك شيء من الراهن حتى يقضي جميعه. انا رهنت عندك الشقة بتاعتي، اديتك مفتاحها وشقتي دي بمئة الف جنيه. كويس؟ وانا اديت لك وكنت واخد منك ديون بمئة الف مثلا، واخد انا مئة الف واديتك الشقة رهن لحد ما سدد لك، فرحت انا مسدد لك 70 الف جنيه، 90 الف جنيه، بس باقي لسه 10 تلاف. واخد بالك؟ يفضل ايده على الرهن لحد ما ياخد اخر مليم. واخد بالك؟ لحد ما ياخد اخر مليم، ادي معنى كلامه. واذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج، اي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. يفضل الرهن كامل في ايده لحد ما تديله اخر جزء من دينه. كويس؟ اي الحق الذي على الراهن. ده كلام الشارح مع ايه؟ مع المصنف. نشوف كلام الشيخ البيجوري في الحته دي. قوله والرهن وضعه على الامانه، انما ذكر الشارح ذلك توطئه لما بعده، واشار بقوله وضعه على الامانه الى انه قد يخرج عن وضعه في مسائل. احيانا يبقى الرهن يد عليه يد ضمان، يعني على خلاف القاعده، في 8 صور بس، في 8 صور بس تصير يد المرتهن على الرهن يد ضمان. واضح؟ لكن هي الاصل ان هي يده يد امانه، لكن في بعض الصور في الفقه 8 صور بس، يبقى يد المرتهن على الرهن يد ايه؟ ضمان. ايه هي؟ الاولى مغصوب تحول رهنا عند غاصبه، هو غصب مني الشقه. كويس؟ كنت انا مسافر وبعدين لقى الشقة دي موجودة، راح كسر الباب وسكن فيه، قعد فيه. جيت أنا بعد سنتين من سفري راجع أشوف، أدخل على شقتي لقيته قاعد مستقر تمام التمام. يا عم دي شقتي، فسلمها لي. قال لا بس أنا ما أقدرش أديها لك الوقت، ما هي أنا رتبت أموري ومواعيدي وعنواني والناس كلها عرفت عناويني على كده، وأنا راجل أصلا يعني عنواني ده جزء من شغلي. فانت كده يا عم الدهاني، يا عم انا عايز شقه، مفيش فايده، بقت مغصوبه. ففي اثناء الشغل في السوق، هو تاجر وانا تاجر، فجينا تعاملنا ببضائع، واخد بالك؟ فرحت انا واخد منه بضاعه ب 100 الف جنيه، وبعدين قلت له بقول لك ايه، الشقه اللي انت واخدها مني دي رهنها، رهن الفلوس دي لحد ما اجيبها لك. الشقه دي اصلا آلت اليه غصبا ثم صارت رهنا، هو واخدها غصب وبعدين صارت رهن، يبقى ايده عليها يد ضمان. فهمت؟ فهمت القصه بقى ازاي؟ الصوره تتحول ازاي؟ يبقى لو ابتدت غصب فالغاصب يده يد ضمان على الشيء اللي غصبه. كويس؟ لانه خده غير حق،
طيب افرض ان الغصب ده تحول الى رهن، المغصوب ده تحول الى رهن، تفضل ايده يد ايه؟ يد ضمان. مش نقول علشان الرهن تبقى يد امانه، لا، نرجع لاصله ان هو واخده غصب. واضح؟ طيب دي اول صوره، مغصوب تحول رهنا عند غاصبه. الثانيه مرهون تحول غصبا، والعكس، المرهون هو واخد الشقه رهن. الحمد لله احنا مستفيدين مع بعض. جيت بعد كده بعت له شيك ب 100,000 جنيه، المفروض يديني بقى الشقه، ما ادهنيش، خد دي، فتحول المرهون الى غصب. فهمت بقى؟ يبقى في الحاله دي يبقى يده يد ضمان. فهمت الصوره الثانيه؟ الثالثة مرهون تحول عارية، هو كان مرهون فأنا سددت له الدين، سددت له الدين خلاص، وفي نفس الوقت قال له بقول لك إيه، طب عرهوني بقى إعارة كده لمدة 6 شهور لحد ما رتب أموري بس، فتحول إلى عارية كأنه بيستعيره منك. كويس؟ يبقى في الحالة دي تحولت يده إلى يد ضمان. فهمت الحكاية؟ طيب الرابعة عارية تحولت رهنا، او هو استعار منك، خد منك مثلا ايه عربيتك، قال لك بس ممكن تعيرني السيارة بتاعتك، عندي مشوار الاسكندرية هروح كده واجي بس هجيبه لك، تاني يوم تاني يوم تلاقي العربية بتاعتك قدام البيت، رحت انا اعارته العربية. في اثناء الوقت ده كان بيننا وبين بعض شغل، فوصلت البضاعة اللي هي بيننا وبين بعض، وكويس، فانا قلت له بقول لك ايه، ثمن البضاعه اعتبره ايه، العربيه مرهونه الحين اللي هو خدها، تفضل ايده يد ضمان، لان هي كانت عاريه فصارت مرهونه. فهمت؟ تفضل ايده يد الضمان. عاريه عند مرتهنه تحول، الثالثه مرهون تحول عاريه عند مرتهنه، والرابعه عاريه تحولت رهنا عند مستعرها، والخامسه مقبوض سوما تحول رهنا عند سائمه. الصورة التانية دي بقى، انا مديله العربية على اساس ان انا ناوي ابيعها له، فقال لي انا هشتريها ب60,000 بس ابعتها لي كده اشوفها، اتفرج عليها كده واكشف عليها واشوفها تستاهل ولا لا. فبيشوفها في فترة السوم، السوم ده يعني ايه، بنتفق على السعر لسه، واخد بالك ازاي؟ فلما وصلت له خدها وكشف عليها وبتاع، اتصلنا ببعض وعملنا تجارة، وبعدين فجأة بصيت لقيت جات لي ما عنده تجارة ب60,000 جنيه، قلت له بقول لك ايه، خلي العربية بقى بدل ما تبيعها خليها رهن، لان انا الفلوسي مش جاهزة دلوقتي. كويس؟ فتحول هو قابض العربية على سبيل السوم، انه لسه بيحدد ثمنها وهيشتريها ولا لا، فتحولت الى رهن، يبقى ايده هنا يد ضمان. واضح؟ يبقى مقبوض سوما تحول رهنا عند سائمه. السادسة مقبوض ببيع فاسد تحول رهنا عند قابضه. الصورة الأخيرة دي بيع فاسد، كنت أنا مثلا في العيادة وراكن عربيتي في الجراج، قام الواد ابني اللي في سنة 6 ابتدائي موجود في البيت، قام الراجل ده صديقي ويعرفني، فالواد قابل صديق ابوه وقال له اهلا وسهلا، قال له فين عربيه ابوك، عايز اتفرج عليها، ايه رايك العربيه دي، انا عايز اشتريها، تبيعها لي؟ الواد اللي هيبيعها، الواد اللي هيبيعها، وانا قاعد في العياده مش دريان بالقصه دي كلها. فالمهم الواد قال له ايه، والله انا سمعت ان بابا كان بيقول ان عربيتي تساوي 80,000 جنيه، ايه رايك تاخدها ب80؟ قال له خلاص انا ما عنديش مانع، 80 80. كويس؟ فاتفقوا على كده وتم البيع. ده بيع فاسد، بيع فاسد. جيت انا لقيت البيعه فاسده، لكن هو كان استلمه، الواد اداله مفتاح العربيه واستلمها وساب شنطه فيها ال 80,000 جنيه في البيت، واخد بالك ازاي؟ فده بيع اسمه بيع فاسد، لانه باع من غير اهل. كويس؟ فحصل معاملات بيننا وبين بعض، فقلت له طب اعتبر العربيه بقى دي اللي انت خدتها بالبيع الفاسد دي رهن على المعامله دي، فيبقى ايه، تحولت الى رهن، يبقى برضه يده يد ضمان. دي صور للبيع الفاسد، بيع من لا يملك او غير مؤهل، مش واخد بالك، او بالاكراه، اكرهني،
يعني جاب لي المسدس وحطه في نافوخي، قال لي تبيع العربيه دلوقتي وبكذا يا اما هتخرج، يا عم خدها ببلاش وخلصنا. يبقى ده اكراه، ده ما ينفعش، لان لازم من شروط البيع السليم الايه؟ الاختيار، مش كده برضو؟ المهم بقى في اكراه او بيع من غير، يعني انواع البيع الفاسد كتيره. فلو هي قالت اليه ببيع فاسد ثم تحولت رهن يده فيها يد ضمان، واضح؟ انا بديك امثله، لكن الصور كتيره بقى في السوق، صور كتيره. السابعة أن يقيله في بيع شيء ثم يرهنه منه قبل قبضه. الإقالة دي يعني إيه؟ يعني إحنا اتفقنا على إننا نبيع، أبيع لك حاجة وأنت تشتريها مني، وبعد ما اتفقنا بان للمشتري إن هي البضاعة دي مش على مزاجه، بس البيع انعقد وإحنا اتفقنا، يقوم يتصل بيا ويقول لي أقلني من العقد ده كله. من حسن الشفقة ومعاملات الناس انك تقيله، مش تقول له لا تم بقى وخلاص، هي اصلا مش خطف ايه، لكن مش واجب عليك انك تقيله، لكنه من حسن الايه؟ معاملة الناس. هو ندم، تسرع بتاع كده، فقال لك اقلني، فاقلته. يبقى دي اسمها ايه؟ يقيله في بيع شيء، وبعد ما اقاله رهنه منه. واخد بالك ازاي؟ يعني بعد ما اقلته صار رهنا عنده، واضح؟ فيبقى يده في يد ضمان، واضح؟ دي برضو ايه؟ سورة. الثامنة ان يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض. اتفق مع مراته قالت له تخلعني، يعني تطلقني، مقابل ان انا اتنزل لك على مثلا ايه؟ الارض اللي موجودة مثلا في الحتة الفلانية، عندها 5 فدادين في الحتة الفلانية، قالت له خد ال5 فدادين دي وبعدين ايه؟ واخلعني، كويس؟ وبعدين رهن الشيء ده قبل ان يقبضوا منها، تبقى اليد يد ضمان، يد ضمان فيه، كويس؟ وانما ضمن في هذه المسائل لوجود مقتضيه، اللي هو التقصير. هتدور في كل الصور الثمانيه دي تلاقي فيها نوع من التقصير، اما غاصب يبقى ده مقصر لانه مخالف للشرع الشريف، او انه بيع فاسد، او انه مثلا لم يتم القبض، او تصرف فيما لم يملكه، كلها فمقابل التقصير يبقى نضمنه، واضح؟ وانما ضمن في هذه المسائل لوجود مقتضيه، والرهن ليس بمانع، ولو رهنه بشرط ان يضمنه فسد الرهن. طب افرض احنا قايلين ان الرهن اصلا يد عليه يد امانه، فانا وانا برهن اديته الرهن ده وقلت له بس بشرط ايدك عليه يد ضمان، الشرع بيقول لي ايده عليه يد امان، انا شرطت عليه اخليها له ايده يد ضمان، يقول لك يبقى فسد الشرط لانه مخالف للشرع، مش كده؟ برضه كل شرط ليس في كتاب الله ايه؟ يعني ليس بشيء، يبقى فسد الرهن ولا ضمان. إذ فاسد كل عقد كصحيح في الضمان وعدمه، دي القاعدة، فاسد كل عقد كصحيح هذا العقد في الضمان وعدمه يعني. واليد على المرهون للمرتهن غالبا، واليد على المرهون للمرتهن غالبا، وقد تكون لغيره في مسائل. تملي اليد المرتهن هي اللي بتبقى ايده على المرهون، بس احيانا في بعض المسائل يبقى الرهن عند طرف ثالث، اقول له خلاص الحاجه دي رهن ضمان لحين ما ارسل اليك الثمن، الدين اللي عليا، بس هنخليها عند طرف ثالث، كويس؟ يبقى في الحاله دي مش في ايده. وقد تكون لغيره في مسائل كان شرط كان شرط الاثنين يعني وضعه عند ثالث، كأن الراهن والمرتهن اشترطوا ان يوضعوا الرهن عند ثالث، او كان رقيقا مسلما او مصحفا والمرتهن كافر. الصورة الثانية ان انا حرهن مصحف وبشتري من كافر، والكافر ما ينفعش امكنه من المصحف، اسيبه رهن عنده، فيبقى في الحالة دي لازم احطه عند طرف ثالث عند مسلم،
او انا حرهن عنده الواد العبد بتاعي اللي هو الرقيق، والعبد بتاعي ده مسلم وانا اصلا بعامل راجل غير مسلم، فما ينفعش امكنه من المسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. يبقى يقوم يبقى العبد ده رهن بس نخليه عند طرف ثالث مسلم، واضح؟ لان ما ينفعش يبقى ليه سلطان على مصحف وهو كافر او على عبد مسلم وهو كافر، واضح؟ او بيرهن سلاحه عند حربي، انا بتعامل مع راجل بيحاربونا كويس، بلده بتحاربنا وقومه بيحاربونا وانا برهن سلاحي، ما ينفعش ارهن سلاحي عنده بقى، هو ايه اللي هيستعمله ضدي؟ مش كده؟ فهمت ازاي؟ يبقى ارهنه عند طرف تالت، واضح؟ دي صور اننا بنحتاج فيها احيانا الرهن يوضع عند طرف ثالث. او كان رقيقا مسلما او مصحفا والمرتهن كافر، او سلاحا والمرتهن حربي، فيوضع عند عدل. او الصورة كمان جارية تشتهى، انا حرهن بنت جارية عندي، والبنت الجارية دي بنت جميلة كده، امورة حلوة، وده راجل شاب فممكن يطمع فيها ويستمتع بها، وانا كده ما ينفعش، ففي الحالة دي اروح حاططها في حتة بعيدة عنه، ارهنها برضو بس ما احطهاش معي، كويس؟ او جارية تشتهى والمرتهن اجنبي فتوضع عند امرأة ثقة. قول وحينئذ، اي حين اذا كان وضعه على الامانة، طالما قلنا ان يد المرتهن على الرهن يد امانة، حينئذ يعني ينتج عن ذلك انه لا يضمنه المرتهن، اي لا بمثل ولا قيمة، لان الضمان اما بالمثل في المثل وبالقيمة في اللي ملوش مثل، واضح؟ يا اما قيمته يعني قدره او مثله ان كان له مثل، اي لا بمثل ولا قيمة، لا قبل البراءة من الدين ولا بعدها، الا اذا امتنع حينئذ لخروجه عن الامانة، الا اذا امتنع من رده بعد البراءة من الدين. في الحالة دي طب انا اديته الدين وامتنع ان هو يرجع لي الرهن، في الحالة دي يضمن بقى لانه صار غاصب، واضح؟ وقوله الا بالتعدي، لكن في الحالة العادية لا يضمن الا بالتعدي لان ايده يد امانة، كركوب الدابة والحمل عليها واستعمال الاناء ونحو ذلك، فيضمنه حينئذ لخروجي عن الامان. انا اديته اناء فخم كده ورثه عن جدي السادس عشر اللي هو كان ورثه اصلا ولا شريه من عند لويس العاشر، وحاجة ليها قيمة اثرية، اناء كده قيمة اثرية يعني تمنه بتاع $100,000 مثلا لو اتعرض في الناس اللي بتفهم في الحاجات دي، فانا اديته الاناء ده رهن عنده، فقام بدل ما يشيله ويحافظ عليه لا ابتدى ياكل فيه، وكل يوم ابنه يحط له في السلطه ويقطع له في البرتقال، فهم بيغسلوه وقع الكسر. الله، يضمن بقى لانه ده تعدى، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى يضمن بالتعدي، فيضمنه حينئذ لخروجه عن الامانه. قول ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، يعني لما قلنا يد امانه فتلف في يده دون قصد، ما اقولوش بقى اصل التلف اللي حصل ده قيمته 20,000 جنيه وانت الدين بتاعك 100,000، نخصم ال20 من ال100,000 يبقى ليك 80، ما ينفعش لان هو ايده يد امانه، والتلف اللي حصل فيه ده تلف عن غير قصد، واضح؟ لان ايده يد امانه، فما ينقص شيء من الدين، واضح؟ ولا يسقط بتلفه شيء من الدين بل يجب عليه دفع جميعه لصاحبه، خلافا للحنفيه والمالكيه. الحنفية والمالكية رأيهم غير الشافعية في الحتة دي، قال لك لو تلف يسقط من الدين بقدر تلفه، ده رأي الأحناف والمالكية، فلو أنت عايز تاخد تعويض وينقص دينك تروح للقاضي الحنفي، ما تقدمش عند القاضي الشافعي، وإلا يقول لك لا ما ينقص شيء، فهمت بقى؟ يبقى بيختلفوا في الفروع ساعات. خلافا للحنفية والمالكية حيث قالوا يسقط بتلفه قدره من الدين بناء على أنه من ضمان المرتهن، لأن هناك قالوا أن الرهن يد المرتهن عليه يبدي ضمان في المذهب بتاعه، احنا قلنا لا، الرهن أصلا من باب الشفقة ومن باب التيسير ومن باب الرخص، وطالما في من باب الشفقة والتيسير والإرفاق
يبقى يد امانه، لانه ده ارفاق وتيسير للناس في معيشهم والتعاملات بتاعتهم. فازاي اضمنه؟ ما انا لو ضمنته هخليه يقول لك لا، طب وانا ليه ترهن عندي يا عم؟ ما يمكن يضيع مني ولا يحصل له مشاكل ولا بتاع، يا تديني كاش يا بلاش. يقوم يتوقف حال السوق. الرهن بيعين ان الانسان يقدر يشتري وهو معه السيوله. فهمتني ازاي؟ لكن لو من غير الرهن ما يقدرش، يقف حال السوق. فيبقى الرهن يساب، يعني ايه قبول الرهن تيسير للناس في معيشه. فاذا كان من باب التيسير يبقى انا ما صعبش عليه واخليه ايده يد ضمان، والا هخالف مقصود الشرع من الرهن. فهمت راي الشافعيه ليه قالوا ان اليد فيها مش يد ضمان؟ لكن الباقيين قال لك لا، يد ضمان. ممكن يكونوا نظروا لايه؟ لان في عصرهم مثلا الناس كانت ايه بتتعامل مع الرهن بطريقه مش زي الملك، ما يحافظش عليه محافظه كافيه فيضيعه. فقال لك لا، نخليه يد ايه؟ يد ضمان عشان يحافظ عليه. لكن على اي حال الشافعيه نظروا اليه انه من باب الارفاق، والارفاق يكون للتيسير، وطالما الامر للتيسير فانا ما عصروش بالضمان، اخليه ماشي واخليه يد امان. ده راي الشافعيه. قوله ولو ادعى اي المرتهن تلفه اي المرهون، ولم يذكر سببا اي لا ظاهرا ولا خفيا، وكذا ان ذكر سببا خفيا كسرقه. ايه السبب الخفي اللي ما حدش هيطلع عليه الا صاحب اللي ايده عليه؟ يقول لك اتسرق مني. ما هو الجيران ما تشوفش السرقه. لكن الظاهر يقول لك ده حصلت حريقه في العمار، كل الناس شافوا الحريقه. يبقى في اسباب للتلف ظاهره كل الناس تشوفها، في اسباب في التلف خفيه ما يشوفهاش الا اللي هو متعايش مع المساله. ولم يذكر سببا اي لا ظاهرا ولا خفيا، وكذا ان ذكر سببا خفيا كسرقه، او ذكر سببا ظاهرا عرف هو دون عمومه، او عرف هو وعمومه، واتهم يعني عرف يعني السبب ده الظاهر ده، يا اما يعرفه هو وعمومه يعني الناس العامه، او يعرفه هو بس لكنه سبب ظاهر. ظاهر يعني ايه؟ يعني ممكن يقول له والله ده مثلا الميه نشعت عليه وفي رطوبه، تعالى حتى شوف. يقوم يشوف الرطوبه فعلا ويلاقي الحيطان نشعه في المخزن. يبقى ده يعني ظاهر اهو، وفي نفس الوقت ما يعرفوش الا هو لانه هو بيدخل المخزن نفسه. او يكون ايه يعرفوا عموم الناس لانه الحي كله يقول لك اه ده المجاري ضربت وطلبنا الحكومه وما اسعفوناش وسابونا قاعدين ايه غرقانين في الميه لمده شهر لحد ما جم سحبوها، فكل الحي عارف. واخد بالك؟ يبقى يا اما كل الناس عارفه يا اما محدش يعرفه الا انا. واضح؟ واتهم بان احتمل ان نقله انه نقله قبل التلف فسلم، فان لم يتهم لم يحتج الى يمين، فان ذكر سببا ظاهرا لم يعرف هو ولا عمومه احتاج الى بينه على حصوله والى يمين على تلفه به، كما ذكروه في مبحث الوديعه. يبقى في الحاله دي لو ادعى ان تلف بسبب السبب ده نحتاج برضه معاه اليمين. ليه بقى؟ لانه ممكن يكون نقله قبل ما يحصل التلف وهو بيدعي، وقال فرصه ان انا ادعي ان هو تلف ويكون هو نقله، فنحتاج لليمين عشان نعزز ونحمل ونبعد احتمال ان يكون تصرف فيه ونقله قبل حدوث سبب التلف العام ده. اتفضل يا سيدي. تمام. البينه هناك تدخل فيه؟ البينه اللي هي الشهود. هل تدخل فيها قرائن؟ لا، البينه عندنا هي الشهود. الشهود او الاعتراف او الاقرار. البينه الشهود او الاقرار. كويس؟ قول وصدق بيمينه اي ولا يضمن، والا فالضامن كالغاصب والمستعير يصدق بيمينه في دعوى التلف لكن يضمن. يبقى هنا صدق بيمينه ولا يضمن. كويس؟ طب والغاصب والمستعير؟ صدق بيمينه ويضمن لان ايده يد ضمان. واضح؟ فان ذكر سببا ظاهرا اي لم يعرف هو ولا عمومه، وقوله لم يقبل الا ببينه اي ويمين، اي ويمين كما علم مما مر. ولو ادعى المرتهن، وكذا لو ادعى المستاجر رد العين المؤجره على المؤجر لم يقبل الا ببينه، وهذان مستثنيان من تصديق الامين في دعواه
الرد على من ائتمنه. ولذلك يقولون في ضابط ذلك: كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر، زار بعضهم والملتقط، لأن كل منهم قبضه لغرض نفسه، بخلاف ما لو ادعى الرد على غير من ائتمنه كوارثه فلا يصدق إلا بيمينه. وخرج بالأمين الضامن كالغاصب والمستعير والمستام، فلا يصدق في دعوى الرد إلا بيمينه. كلام واضح بقى من خلال الشرح اللي فات هتلاقيه كلام واضح. قول: وإذا قبض هكذا في نسخة وعليها حل الشارح، وفي نسخة قضى، بل وإذا قبض وإذا قضى، وعليها حل الشيخ الخطيب. وعلى هذه النسخة فمعنى قضى أي أدى، لأن القضاء يأتي في اللغة بمعنى الأداء، ومثل الراهن والمرتين في ذلك ورثتهما ولو تعددوا. فلو مات الراهن عن ورثة فوفى أحدهم نصيبه لم ينفك شيء من الرهن، كما لو وفى مورثه. يعني إيه؟ الراهن مات وكان ليه دين 100,000 عند الراجل ده، والراجل ده حطت ايده على يعني عقار قيمته 100,000 برضه، فصارت الورثة كل واحد خد نصيبه، فأنا نصيبي مثلا من ضمن الورثة السدس، فرحت أنا مسدد سدس الدين، مسدد سدس الدين، وده نصيبه التلت، مسدد تلت الدين، لكن بقى لسه مخلص، يبقى كده تلتين الدين تسدده، ناقص ايه؟ ناقص يعني سدس وتلت، يبقى خلصوا نص الدين، سددوا نص الدين، لسه نص الدين عند باقي الورث، يفضل الرهن في ايده لحد ما باقي الورث يسدد، لان يفضل ايده على الرهن ما بقي درهم، واضح؟ لحد ما باقي الورث يسدد. لم ينفك شيء من الرهن، كما لو وفى مورثه. ولو مات المرتهن عن ورثه فقبض احدهم نصيبه لم ينفك شيء من الرهن، كما لو قبضه مورثه، والعكس برضه. وقول بعض الحق اي ولو كان الباقي قليلا، وقول لم يخرج اي عن الرهنية، وقول اي لم ينفك تفسير مراد، وقول شيء من الرهن اي المرهون. ولو تعددك ثلاثة اعبد رهناهم في صفقة واحدة على دين واحد، يعني رهن ثلاث عبيد في صفقة واحدة على دين واحد، لان كل منهم مرهون بجميعه، فافرض هو سدد التلتين او ما طلع عبدين وسيب عبد، يقول لك لا، لان هو دينه مرتبط بيهم في المشاع كلهم على بعضهم كده التلاتة على بعض، فلازم يا اما يتفكوا مع بعض يا اما يفضلوا مرهونين مع بعض لحد ما يفك الكل، واضح؟ فلو رهنه عبدين في صفقة واحدة على دين واحد وسلمه احدهما كان مرهونا بجميع الدين. طب افرض ان انا رهنت عنده عبدين على دين واحد، وبعد شوية راح مرجع لي واد منهم عشان لقى شقي شوية وضايقه وكل شوية عاكس بنت الجيران واد متعب، قال يا عم كفاية عليا رهن واد بس خد انت ده، فرجعه، يبقى التاني مرهون بالدين كله، واضح؟ وسلمه احدهما كان مرهونا بجميع الدين، كما لو سلمهما وتلف احدهما بعد التسليم. قوله حتى يقضي جميعه أي لتعلق كل جزء من الدين بجميع المرهون كرقبة المكاتب، فإنه قن ما بقي عليه درهم. المكاتب اللي هو العبد اللي بيشتري نفسه من سيده بالأقساط، يفضل قن يعني عبد ما بقي عليه درهم، واضح؟ ما يتحررش إلا لما يدفع كله. ومثل القضاء في ذلك الإبراء والاعتياض والإرث وغير ذلك. فلو تقايلا أو تلف العوض، الاعتياض يعني البدل، والإبراء يعني يبرئه بالدين يعني دفع الفلوس اللي عليه، والإرث وغير ذلك. فلو تقايلا، تقايلا جاية من الإيه؟ من الإقالة. لو تقايلا أو تلف العوض قبل قبضي في صورة الاعتياض، يعني بيعطاد يعني بيديله ده بدل ده، عاد الرهن. ومحل ذلك إن اتحدت الصفقة بأن اتحد الدين والراهن والمرتهن. فلو رهن نصف عبد بدين ونصف بآخر فبرئ من احدهما انفك نصفه. انا جبت العبد ده قيمته 50,000 جنيه، رحت راهن العبد ده على دين عند ده وعلى دين عند ده، كويس، والعبد ده مرهون بينهم، فرحت مسددت الواحد، يبقى نصفه ايه؟ برئ. فهمتني ازاي؟ بخلاف التانيين كانوا على دين واحد،
هنا بقى عبد واحد على دينين، واضح؟ فانا سددت احدهما، يبقى ايه؟ يبقى يتفك نصفه. فبرئ من احدهما انفك نصفه، ولو رهن عبدهما عند اخر بدين له عليهما. افرض الدين ده بيني انا وانت على فلان، فرهننا ايه عنده، ايه العبد بتاعنا المشترك برضو عنده، فجيت انت سددت نصيبك في الدين وانا ما سددتش، برضو ايه يبرأ الجزء من العبد اللي هو المتعلق بيك، واضح؟ دين واحد بس على اتنين شخصين، يعني الراهن هنا شخصين مش شخص واحد، ورهن وشيء واحد مشترك بينهم، فجاء واحد من الشخصين دول سدد اللي عليه، يبقى ايه؟ يبقى المقابل ده اذا كان النصف بالنصف يبقى نصف المرهون ايه اتحلت الرهنية معنا، واضح؟ لحد ما التاني ولو راهن عبدهما عند اخر بدين له عليهما فادى احدهما ما عليه انفك نصيبه، ولو راهن عبده عند اثنين بدين لهما عليه فبرئ دين احدهما انفك قسطه، وبالعكس برضه، يعني انا العبد رهنته عند اثنين فخلصت واحد والتاني يبقى ايه نصفه ايه خلص، او قدره، يعني اذا كان ده تلتين او تلت او ربع او 50% او 60% على حسب نصيب، والله تعالى اعلى واعلم. ونقف كده على فصل في حجر السفيه والمفلس ان شاء الله يوم الخميس بعد القادم باذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.